السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خوتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، في وصفه جديده ونهار جديد. اليوم بنياتي تحت التعاليق ديالكم وديال وليداتي وبنياتي غندير لكم ان شاء الله هذا الفيديو ان شاء الله. لكن بغيت نقول لكم واحد العتاب صغير، بغيت نعاتبكم بنياتي. ما كندير لكم الوصفات لكن ما كنلقاش هناك يعني هناك تفاعل معايا، يعني نهائيا ما كتشوفوش الوصفات نهائيا، يعني ما علاش كنطول؟ لانكم نتوما ما كتعطونيش واحد الحافز باش نطلب ندير لكم الوصفات ونجاوب لكم على التعاليق ديالكم وندير لكم داكشي اللي بغيتو، لانكم نتوما ما كتفاعلوش لا لايكات لا مشاهده لا اشتراك لا والو لا تعاليق لا والو نهائيا. انتوما كتشوفوا كل المتتبعات ديالي يعني غير صحابات حاجتهم كيف كنقولوا، اللي كيبغوا اللي كانت عندهم الوصفه كتهمهم كيتفرجوا، ما كاش الوصفه كتهمهم ما كيتفرجوش. علاش انتوما هذوك السيدات اللي وافقت لهم الوصفات واللي نجحت معاهم الوصفات، علاش ما كتفرجوش في البهيجه؟ وقد تكونوا نتوما باغيش محتاجش الوصفه، خاصكم الشكر وعرفان وخاصكم تردوا الجميل اللي درت معاكم وداكشي اللي درت معاكم. ما خاصكمش تفرقوا القناه، خاصكم تخليو القناه تهبط، خاصكم تشوفوها ولو شكر. واحد السيده مؤخرا من الجزائر، الجزائريات كنشكرهم، الجزائريات مزيان، المتابعات الجزائريات طوب ديال المتابعين، هما اللي كيطلعوا لي القناه، هما اللي كيتفرجوا فيه مزيان وتيشكروني. مؤخرا واحد السيده من الجزائر كتب لي تعليق، قالت يا خالتي مقيشه خالتي باش نجازيك على الوصفات اللي كناخذ من عندك وكتوافق ليا، الحمد لله والشكر لله. درت الوصفات الاولى ولدت والوصفه الثانيه ولدت بلا يديك، ما خليت حتى شي طبيب، لكن الوصفات ديالي كتنجحوا معايا، وكل الوصفات كنعطيهم للناس وكنبارطاجيهم مع الناس، وكلهم اللي خادوا الوصفات نجحت معاهم. هاد السيده كتسمى متتبعه وفيه للقناه، متتبعة وفية القناة، وكنلاحظ بأن الجزائريات كلهم متتبعات وفيات، ما كينساوش الخير، ما كينساوش الجميل، ولو غير بالمشاهدة، ما غتعطيني ما غنعطيها. هي قالت لي خالتي ما بقيتش باش ننجازك، قلت لها خالتي كفاية أنك كدعمي القناة وكتشاهدي القناة وكتبارطاجيها مع الناس، هذا راه كتسمى اعتراف بالجميل ديال القناة لالا بهيجة. السيدات ديال الجزائريات طوب، ما نقولش لكم بنياتي رائعين، ما نقولش لكم. وحتى المصريات كيدخلوا، لكن كيقول لي خالتي ما كنفهموش اللهجه ديالتكم، ممكن تهدوي بالمصريه. ان شاء الله غادي ان شاء الله غندير مجهود، الا لقيتكم كتفاعلوا مع القناه ان شاء الله غندير مجهود. المصريه راه هي ولات بحال لهجتنا، لانكم انتم لهجه المصريين كنعرفوا لي حنا المغاربه، لكن نتوما كنقول لكم بنياتي حاولوا تعرفوا لهجتنا، حاولوا تعرفوا لهجتنا، لهجتنا ساهله ماله، كيف كنعرفوا لهجتكم نتوما غتعرفوا لهجتنا. واليوم بنياتي هذا الفيديو غادي يكون خاص بالرجال، غادي نتلافت ان شاء الله للرجال. النساء راني درت معكم بزاف المجهود لكن ما لقيتش معكم نهائيا لا مشاهده لا والو، يعني العرفان ديالكم كتنساو، الجميل ديالي كتنساو، المعروف ديالي كتنساو، يعني الخير اللي كندير معاكم كتنساو، ما كتعاودوش تفرجوا نهائي، كتفرجوا في وقت اللي كنتو محتاجين الوصفه، اما ما كنتوش محتاجين ما كتعطيونيش وقت نهائي. هادشي بغيت نقول لكم، انا ما نقولش لكم بحال درتو الاحباط، درتو الاحباط، مابقاش بغيت ندير لكم ندير كاع الوصفات بالاحباط اللي درتوه ليا بقله المشاهده. وبغيت نقول واحد السؤال، واحد السيد كتب ليا خالتي راني عندي مشكل،
الخصيتين عندي غير متساويين. الخصيه عندي الاولى، عندي خصيه اكبر من خصيه، خصيه اكبر من خصيه. ان شاء الله غنجاوب ولدي في هذه الوصفه وغنقول لكم حتى العلاج ان شاء الله ديال الدواء للخصيتين او مشاكل ديال الخصيتين اللي تكون عندهم مشاكل كثيره. غندير لكم واحد الوصفه ان شاء الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باش يبارك لنا الله في الفيديو، وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليقاتكم، وتابعوا. وقبل ما تتابعوا وليداتي وبنياتي ارجعوا ديروا لايك الفيديو باش يتصافع. علاش ما تقديوش اللايكات كتنساوهم بنياتي؟ واللي ما مشتركش في القناه تشترك. واحد السيده كتبت لي اخاتي راه ما بقاش كيجيني اشعار ديال القناه ديالك، ما بقاش كيجيني. الا كان ما بقاش كيجيكم الاشعار وما يجيكمش، يعني خرجوا من الاشتراك. كنتم مشتركين خرجوا من الاشتراك وعاودوا اشتركوا من جديد وفعلوا الجرس، يعني خرجوا من الحلقه. تخرجي تحيدي الاشتراك، حيدي الاشتراك وعاودي رجع اشتركي، وغادي ان شاء الله وتفعلي معها الجرس وغادي ياتيك الجديد. ومني تكوني تفرجي ضروري اللايك، حيت ملي كديري اللايك غادي كتكون صافي اليوتيوب كيماركيك وعارفك، كيقول اي دائما وكتفرجي يوميا كتفرجي، ضروري غادي يجيك الاشعار ويجيك الفيديو يتلاح لك هو الاول في اي فيديو جديد غادي يتلاح ان شاء الله. بسم الله على بركة الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. السيد اللي قال لك عنده الخصيتين غير متساويتين، يعني خصيه اكبر من خصيه. بغيت نقول لولدي هاد المشكل راه عادي، كل الرجال عندهم ماشي ما كتكونش الخصيه قد قد، ضروري كتكون خصيه اقل من اخرى. هذه راه عاديه، عندنا الخصيه اقل من اخرى في الحجم، عندنا الكليتين تبع وحده اقل من، عندنا النساء الثديين تدي اقل من تدي، يعني نصف الانسان كيكون اقل من نصف الاخر غير مختلف. حتى العين، حتى العينين تيكون عين اكبر من عين، اي حاجه كتكون اكبر من الاخرى. هذه عادي اصغر، لقيتي ان الحجم الخصيه كتكون اقل وحده اقل من الاخرى راه عاديه، سواء اذا كانت صغيره اكثر بزاف اكثر من الحجم ديالها، يعني كان يعني ولات منكمشه او طالع الفوق او شي حاجه، هي اللي كتكون تعطيك شي الام ولا تعطي شي مشكل، هي اللي خاصك تشوف الطبيب. اما الحجم ديالهم اكبر او وحده اصغر عادي. ولو كتعرفوا بان هذوك الخصيتين هما اللي كينتجوا الحيوانات المنويه، هما اللي كيعطيوك كتكون ثلاجه بالنسبه للثلاجه ديال 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 ديال, ديال, ديال ديال الذكوره، يعني ديال السائل المنوي، يعني كتكون ثلاجه كيبقى حافظ عليهم. علاش كتلقى كيلقاهم كيكونوا باردين شويه على الجسم؟ لانهم كيكونوا حافظوا على السائل المنوي باش ما يخسرش، كيبقاو مزيانين. هما اللي كيساعدوا باش الراجل كيولد، لان كيكونوا فيهم تستوستيرون وهرمون الذكوره اللي كتساعد على الولاده، اللي كتساعد على الحمل الزوجه ديالو. والرجال اللي كيعانيو من مشاكل، يعني كتكون عندهم الدوالي الخصيه او عندهم مشاكل انام ولا عندهم شي مشاكل في الخصيه، غنعطيكم واحد الوصفه ساهله ماله، غديروها وليداتي وان شاء الله غادي يكون العلاج تام باذن الله. غير ثقوا بيا وتوكلوا على الله وديروا هذه الوصفه. اللي كيعانيو من هذا المشكل ديال انه عنده الام ولا عنده يعني دواوي الخصيتين، دواوي الخصيتين راه معروف ان دواوي الخصيتين تيكون واحد كيف الدواء اللي كيكونوا في النساء ولا الرجال في الساقين، كيكونوا دوك العروق منفوخين كيعطيو واحد الالم كثير، حتى كالخصيتين كيتصابوا بالدوالي. اشنو غادي يدير السيد؟ غتسهل، غتاخذوا يعني علبه زبادي، علبه زبادي وغتقطعوا فيها واحد البصله صغيره حمراء، تاخذوا بصله صغيره حمراء تقطعوها حجم صغير او تحكوه تيولي محكوك، وديروه في علبه الزبادي، وديروا معاه معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وتناول السيد
يعني علبة في الصباح وعلبة قبل النوم، يوميا يومين حتى كيبان لك النتيجة. ما نقولش لكم شحال من مدة غتبقاو ديروا هاد العلاج حتى يبان لكم النتيجة، يعني علبة في الصباح وعلبة في المساء. واللي ما كيستحبش انه كياكل البصلة، كتقول لك البصلة راه خانزة ولا كده، البصلة راه علاج. ما نقولش لكم كل الدواء البصله الدوالي الخصيتين راه زوين زوين. البصله البصله للرجال راها دواء 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 من كل المشاكل. اللي ما كيستحبش البصله يدير بذور البصل، يدير بذور البصله كيتشبهوا الحبوب ديال السانوج، كيكونوا اللون ديالهم اسود، ولكن تقول يعطيني بذور ديال البصل الاحمر اللي كيتزرعوا كينوض البصل الاحمر. غتاخذوا مع البائع وحصوا انه ما يكونش فيه الادويه، وخا غيقول لكم لا ما فيش الادويه ما تثقوش، جيبوا غسلوا داك البذور مزيان، غسلوهم ونشفوهم في الشمس او نشفوهم في الظل، تينشفوا مزيان واحتفظ بهم السيد في قاروره زجاجيه، وتولي ياخذ منهم معلقه، وهذيك المعلقه خاصها تطحن، يعني ماشي تطحن حتى تولي بودر، يعني تسحق باش تطلق الزيوت ديالها. يعني الزيوت ديال البصل راه زوين للدوالي الخصيتين، زوين 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 بزاف. عاد تاخذوا داك البذور البصل، تاخذوا منه معلقه وديروه في علبه الزبادي، وديروا معاه زيت الزيتون، ويتناولها السيد علبه في الصباح وعلبه في المساء يوميا يوما حتى يتشافى باذن الله، تيبان ليه النتيجه باذن الله. وهذه هي الوصفه ديالنا، راه بذور البصل راه زوين، بذور البصل فيه منافع كثيره 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 بزاف، وان شاء الله غندير لكم وصفات بهذا بذور البصل. راه بذور البصل فيه بشتى العلاجات، شتى العلاجات بذور البصل فيه بزاف، حتى للرجال اللي عندهم مشاكل ديال 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 يعني والو، يعني الربيض عندهم مفشوشين حتى هم مزيان. هاد فهمتوني بلا ما نقول شي حاجه، لان هاد بذور البصل مزيانين للرجال، مزيانين مزيان مزيان 100% مليون في المئه. غديرهم زوينين زوين، والى اللقاء في فيديو اخر. ونتمنى ان نكون عطيت حق الرجال والوصفه لهاد الرجال. وما تنساوش بنياتي وليداتي النساء يعطيو الوصفه لرجالهم، الرجال اللي يطلبوا الوصفه يشوفوا، كتبوا لي تعليق بانكم راني جاوبتكم، وان شاء الله يكون الخير. وإلا شجعتوني ولاد راه كاينين وصفات كثيره ان شاء الله غنعطي لكم جديده لاول مره غنديرها لكم على القناه، غير نتوما تحفزوني وطلعوا المشاهده وطلعوا يعني اللايكات وديروا الاشتراكات، وان شاء الله غادي نخدم معكم بزاف الوصفات اللي غتكون جديده باذن الله تعالى. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه، الى اللقاء.